Yes. For this sentence, I'm going to give Dave a lift to the airport tomorrow. يعني إنه هو هنا استخدمت مضارع مستمر المن to express arrangement لأنه هو محدد إنه غدا يسافر فأنا اللي راح أوصل للمطار. We will have supper at 8. We will have يا زمن زمن future. We will have زمن المستقبل البسيط. لكن جملة we will be having جملة future perfect sorry future continuous زمن مستقبل مستمر. We will be having يعني معناتها انه احنا محددين بفلان موعد راح شو نسوي راح انه نتناول اكلنا. فهنا ليش استخدم الزمن الـ present continuous. الـ future continuous is used to express an activity that will be in progress before and after a time in the future. اوكي يعني مثلا يقول له انت لا تخابرني بهذا الوقت، انا بهذا الوقت او قبله يعني بشويه او بعده بشويه انا راح اكون اتناول العشاء مالتي. فشنو معناته؟ معناته هو يحكي عن شيء يعني يحكي عن نشاط او على عمل will be in progress يعني راح يكون بهاي اللحظه هو يعني مستمر يعني متطور او يكون مستمر بعمل فد شيء قبله بشويه او بعده بشويه. فلهذا استخدم المستقبل المستمر اللي هو future continuous. I will write هذا مستقبل بسيط. I will have written اللي هو future perfect. The future perfect refers to an action that will be completed before a definite time in the future. يعني قبل انه الوقت المحدد له راح يسوي هذا العمل. I will have written the report by tonight. يعني هو محدد انه يكتب التقرير مالته by tonight يعني انه بالليل. هذا استخدمت future perfect حتى يعبر عن action يعني حدث that will be completed يعني فلان ساعة بالليل انه هو راح يكمل هذا الريبورت مالته. ف اوكي هذا كل ما يتعلق بالازمنة. try to focus with me. هنا الطلاب شنو عندنا؟ عندنا practice discussing grammar. هذا التمرين تمرين تب هو يا طلاب شوفوا هذا التمرين موجود بالكتاب انا راح احله لكم او احل نقطتين او ثلاثة من عنده اوضح لكم الفكرة لان هو شوية طويل واكو بعد هواي تمارين. فهذا التمرين موجود بنهاية الكتاب بس خلي اشوف لكم الصفحة موجود تمرين 5-4 يا صفحة صفحة 5-4 صفحة 129 موجود بنهاية الكتاب طلاب. هذا التمرين transcript 5.4 صفحة 129 تمرين 5-4. هذا التمرين عن شنو يحكي؟ عن نفس الشيء يحكي انه شلون راح استخدم المستقبل البسيط والمستقبل المستمر والمستقبل التام. راح احل لكم من كل تمرين نقطتين والباقي طلاب انتم تلقون حله موجود بنهايه الكتاب يعني اختصارا للوقت لانه هذه الوحده شويه كلش طويله والفيديو ما يتحمل يعني اكثر من 10 دقائق. Yes, number one, you will choose the correct form in the pairs of sentences. منطيني هنا هذه الشارحة بين هذه كلمة وهذه يعني هذه الجملة وهذه الجملة فيقول أنت تستخدم أما المستقبل البسيط أو المضارع المستمر. هنا منطيني أما المضارع المستمر أو المستقبل البسيط. هنا نفس الشيء أما المستقبل البسيط أو المضارع المستمر. فراح نشوف number one, I'm very excited. I'm going to see all my family this weekend. هنا شنو استخدمت؟ شنو قلت؟ ما قلت I will see. لا قلت I'm going to see لأنه أنا محدد هذا الويكند عندي في موعد محدد أنا هذا الويكند راح أشوف my family. لهذا استخدمت مضارع مستمر. I don't know if I have time to come this evening. I will see. يعني قلت I will see يعني راح أشوف إنه هو ما محدد هو راح يجي يشوف هذا الشخص بفلان وقت this evening يعني هذا المساء لكن يقول له I will see يعني أنا راح أشوف I will see راح أشوف إنه أقدر أجي أجيك ما أقدر أجي ما راح أجيك. بينما الجملة الأولى استخدمت لها مضارع مستمر لأنه عندي المضارع المستمر بالنسبة للمستقبل to express arrangement اللي هي الترتيبات للجداول يعني أو للجداول الزمنية للتوقيتات. أوكي number two. So you are off to the status for a year. What are you going to do there? I'm sure you will pass your exam, but what will you do if you don't? Okay? If you don't.
وكذلك نقطة 3 و4 لحد نهاية التمرين. هذا الطلاب حله موجود بصفحة 129 في نهاية الكتاب، تلقون حلول كاملة. هنا أنا عندي التمرين الثاني، put the verb and the practices in the correct tense, use present simple مضارع بسيط و present perfect مضارع تام، will or the future continuous، أما will أو المستقبل المستمر. This is هاي هنا عندي يعني رحلة بالطيارة، فهنا ديحكي عن الكابتن، راح يتحدث الكابتن. This is your captain speaking، هذا الكابتن ده يحكي. هذا التمرين transcript 5.5. أوكي، راح أحل لكم أيضا نقطتين أو ثلاثة من عنده. Good morning ladies and gentlemen، welcome on board this British Airways flight to Roma. In a very short time we will be taking off. Taking off يعني إنه معناتها راح نقلع. In a very short time يعني بوقت قليل. نادي يحكي وياهم هذا الكابتن، بيقول لهم صباح الخير ليديز يعني نساء ورجال، ويلكم يعني أهلا بكم على الرحلة الأروي اللي هي البريطانية، flight to Roma، رايحين روما. In a very short time we شنو we will take off. Take off إنه راح نقلع. In a very short time we will taking off، منطين take شلون راح احول الجمله انه عندنا وقت محدد ننتقل بيه، فقلنا اذا عدي arrangement راح استخدم المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل. فشنو راح يصير هنا عندي؟ راح يصير taking off when we have reached our cruising speed of 55 miles per hour we شاح يصير we will be flying at 35 feet. okay at 35 feet our flight time today is 2.5 hours so we will be in Roma in time for lunch. will be احنا راح نصل الى روما in time for launch. okay the cabin crew will be serving refreshments during the flight. يعني انه الكابين يعني الكرو اللي هم الطاقم يعني مال الطياره راح يكونون بخدمتكم لحد احنا ما نوصل يعني اثناء رحلتنا بالطياره. If you need any assistance, just press the button and a flight attendant will come to help you. يعني يقول لي انت اذا احتاجت اي شيء فقط اضغط على الزر الموجود يمك بالاسفل and يعني المساعدين assistance راح يجونك. بهنا انا شنو استخدمت؟ استخدمت if you need any assistance. okay نفسها نيد بقت نفسها، ما قلت لاول ولا اي زمن ثاني. and a flight attendant and a flight attendant will come to help you يعني راح يجون ويساعدونك. وكذلك بقية الجمل تلقون حلها موجود بتمرين 5-5 صفحة 129. هذه الكونفرزيشن كلش مهمة انه راح تعلمكم شلون راح تستخدمون الزمن. فمثل ما وضحت انه استخدم المضارع البسيط للتعبير عن المستقبل القريب، واستخدم في حالة عندي تايم تيبلز، واستخدم المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل في حالة اذا عندي arrangements يعني ترتيبات انه مواعيد محددة. لكن إذا ما عندي موعد محدد مثلا أقول I will come, I will see, I will try، هذه كلها إنه محاولات غير محددة لكن إلها شنو time tables. yes then here we have I hope so, I don't think so. هذه المصطلحين مهمات. لما نقول I hope so يعني أنا أمل ذلك، I don't think so يعني أنا ما أعتقد هذا الشيء أنه راح يصير. يعني مثلا أنا دا أسولف فد موضوع يعني ويا المقابل، والمقابل دا يقول لي مثلا هل تعتقد أنه هذا الشيء راح يصير؟ فأنا شو أقول له؟ I don't think so يعني أنا ما أعتقد هذا الشيء. لكن I hope so أنه إذا أنا عندي أمل بهذا الموضوع أو هذا الموضوع بي أمل، فش أقول I hope so يعني أنا أمل هذا الشيء. Listen to the conversation and complete them. هذا تمرين 5-6. Number one. هم راح أحللكم في النقطتين من عند طلاب يعني اختصارا للوقت.
Number one, do you think you will ever be rich?